البيت الدمشقي بيت العز، شو ما عندك غير الرز؟ رح اعمل لك اليوم فري كيك وبلا الرز. اهلا وسهلا فيكم، اليوم عاملين لكم فري كيك، ان شاء الله رح تكون كثير طيبه وكثير ظريفه. واكيد في ناس كثير بتطلع معهم الفريكه مخبوصه نوعا ما، او بتطلع مثلا عم تقرط الحبه. لا، اليوم رح نعملها بطريقه كثير مبسطه وكثير ظريفه، وان شاء الله رح تكونوا مبسوطين. خليكم معي تابعونا. مقاديرنا لليوم هي كيلو فريكه، كيلو لحمه بعظمه وهي موزات طبعا، وعندنا هون بصله، كم ورقه غار، عندنا هون عود قرفه، خمس حبات هيل، معلقه طعام ملح، عندنا نص معلقه فلفل حب، عندنا بازاليا للزينه طبعا، عندنا معلقتين سمنه كبار، عندنا هون لوز وكاجو للزينه. ضفنا المي وهلا بنضيف اللحمه فوق طبعا، وهلا غليت المي عندي انا، ورح بلش قش الزفره، وهي كتير مهمه قش الزفره عشان ما يطلع الاكل زنيخ. وانا بحرك اللحمه هيك هلا شوي مشان اذا في لسه زفره قشة مشان يطلع الاكل نضيف 100%. هلا انا الزفره قشيتها، بعد ما قشيتها لحط ورقتين ثلاثه الغار اللي قلنا عليهم، لحط عود القرفه، لحط كمان خمس حبات الهيل، ولحط فلفل الحب، ولحط نص معلقه الملح، والنص الثاني للفريكه رح خبي، ومنضيف البصله كمان. وهلا انا رح غطيها واستنى ساعه ونص للساعتين بتكون استويت اللحمه عندي. انا استويت عندي اللحمه وصار شكلها بهالشكل هذا. وهلا لحط معلقتين السمنه انا. هلا بناخذ الفريكه، كيلو الفريكه بنحطه هون مشان نقليه، ومنقليها هيك مع السمنه. نحن وعم نقليها بنحط نص معلقه الملح اللي قلت لكم عليها للفريكه طبعا، وكمان بنقلب فيها. هلا بنضيف مرقه اللحمه طبعا، انا مثل ما قلت لكم كل كاسه كاسه ونص، كاسه فريكه كاسه ونص مي. وهلا رح غطيها ونوص على الاخير وخليها ساعتين على النار. هلا صار الفريكه ساعتين على النار وبنكشف لنشوف شلون الوضع صار عندي. شايفين شلون كل حبة واختها. هلا رح اقلي البازاليا للزينة لبين ما يسخنوا اللحمات، انا رجعت اللحمات ليسخنوا، هلا رح اسكب الفريكة. هلا انا سخنت اللحمات ورح زين فيهم الفريكة، طبعا الفريكة قليناها بالسمنة مثل ما قلت لكم، معلقتين سمنة، وضفنا عليها مرقة اللحمة، وهلا هيك صارت جاهزة ورح نزينها. والفريكة نقيتها غسلتها وقليتها، وعلى الببور هديتها وزيناها بهاللحمة. وهي كانت طبختنا اليوم، ان شاء الله تكونوا سريتوا، ان شاء الله تكون عجبتكم. وطبعا انا حابب لكم شغلة كتير بسيطة، انه ممكن نحن نستغني عن البازاليا وممكن نخليها وممكن نطبخها بقلبها. كمان المكسرات فينا نخليهم هنن هيك كتير ظراف وطيبين، ممكن نضيف سنوبر ممكن لا كمان، وممكن اللحم يكون بعظمه ممكن لا، وممكن يكون خروف وممكن يكون غير خروف. وهي كانت حلقتنا اليوم، وأهلا وسهلا فيكم.
أهلا وسهلا يا كرام، والتحية والسلام من الدمش هالطعام والأكلات الشاميات. أبو عمر طبخ الخروف والرزات ألوف ألوف، يا عيني على هالملفوف والحافاتي والسجاد. والنفس الشامي يا خال شو بدك كله عالبال، يا برق محشي عال العال والدهني مع الشرحات، واليخني بالبطاطا يا عيني عالبساطة تتاكل هالق حاطة مع أشهى المقبلات. ملوكية يا ملوخية وقدام الكب النيت، بدي معها شكرية ودوقني الشيش بركات. كوسة وشيخ المحشيد شو طاري على كرشي، ما بيضيع لي قرشي بالفوائد والبركات. فالدبسة مني يا غالي وفول بلبن يا حلالي، يستاهل كل المالي هالقوزي مع السلطات. بهديكم أحلى الأحساس يا أغلى من الألماس، بهديكم أحلى الأحساس يا أغلى من الألماس، وبعيد الفطر يا ناس حضرنا هالمعمولات. البيت الدمشقي.